الحكومة التركية منعت أصحاب المعامل من تجهيز أو تصدير الحبوب التركية إلى الخارج. إحنا نقول ليش العراقي نفسه ما يصنع، يجيب الحنطة هو اللي استاردها، إجازة استيراد تجهز الدولة ويصنع الحبوب بداخل البلد. تعهدت لجنة التجارة في مجلس محافظة ميسان لإصدار إجازات استيراد ما خاضعة لضوابط وروتين مقيت، إن شاء الله بها تسهيلات كبيرة. هنا عندنا معالجة الأيدي العاملة، القضاء على البطالة، العملة الصعبة داخل البلد. زين ليش إحنا من دون الدول المجاورة؟